بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لقد عقد في هذه الليلة، ليلة الاثنين 16 من شهر فبراير للعام 2014، اجتماع للجنة العمومية بشأن التصويت على خارطة المأتم. وقد أحصي عدد أعضاء الجمعية العمومية 198 شخصا، وبلغ عدد حضور الجلسة 122 عضو، وعدد المصوتين 112 شخص، وبلغ عدد الموافقين على المخطط الجديد 105 أصوات، والمصوتين للمخطط القديم 3 أصوات، ورفض المخططين 3 أصوات، وصوت واحد رفض واحتسب باطلا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.